أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا في هذه التغطية المباشرة من أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله والبيرة، في وقفة ينظمها أهالي المعتقلين السياسيين لليوم 100 في سجون السلطة الفلسطينية. هنا يطالبون بالإفراج عن أبنائهم، إلى أن المطلب الثاني الذين يطالبون به هو نقل أبنائهم من مسلخ أريحة هنا إلى مدينة رام الله، حيث بإمكانهم التوجه لزيارة أبنائهم بشكل أكبر، وأيضا الحصول على معلومات أفضل حيال صحة أبنائهم وأيضا آخر التطورات في قضيتهم. الأهالي هنا يرفضون احتجاز أبنائهم تحت ذمة الاعتقال السياسي لما فيه من ظلم من ذوي القربى يشعرون به هنا من هذا المكان الذي اجتمعوا فيه منذ أكثر من 100 يوم على اعتقال أبنائهم. اليوم تفرج السلطة الفلسطينية على المعتقل السياسي علاء غانم بعد كفالة مالية قدرها 1000 دينار. يعني مش تذكر هذا المنشوف في هسه مرتبات في مقام الزمن Спасибо.
Thank you.
تعال هنا. خلي معي. خالتي 100 يوم في الاعتقال السياسي، ماذا تفعلون اليوم وماذا تطالبون؟ يعني احنا بنطالب طبعا بتحريرهم يعني من السجون، لانه ال 100 يوم هذول ما بتعرف كيف مروا علينا كعائله. يعني كان كثير الامر صعب علينا، كوني انا يعني ام لصبايا يعني بنات، فكان الامر كثير صعب علي. نطالب فيهم خلص 100 يوم ظلم، 100 يوم حبس، مرمطة، نزلنا كتير على أريحة، تعبنا كتير، يعني لازم يكون في حل نهائي للمعضلة اللي احنا عايشين فيها هسا. كيف كانت 100 يوم بكل المناسبات اللي مريتوا فيها، استفقدتوا فيها ابنكم؟ اذكري لنا بعض هذه المناسبات اللي كان فيها حاضر ومش حاضر الابن. أكيد أكيد كان الوضع يعني مثلا العيد أجا ما كان يعني اسمه عيد، ما حسينا في العيد. انت بتعرف يعني الاب لما يكون بعيد يعني عن البيت، ما في بس اسم انه في عيد، في شيء مر علينا هيك، ما حسينا، الا انه زي ما حكيت كله ذكريات، انه كنا نعمل، كان هيك مفروض نعمل، ما حسينا بشيء من اللي مر فينا. كان ايام بتمر بتعد علينا عاد من غير ما نكون في احساس لاي شيء. شكرا لك يا اخي. اذا المشاهدين الكرام، هنا من امام مجمع المحاكم في مدينه رام الله استمرار الوقفه في مدينه رام الله احتجاجا على الاعتقال السياسي بحق ثله من الشبان الفلسطينيين. كما تشاهدون في الصور، الاهالي حضروا اللافتات التي تشير الى مجموع السنين التي قضوها في سجون الاحتلال، فجلهم اسرى محررون امضوا سنوات طويله في سجون الاحتلال، منهم من امضى 7 سنوات واخرون 3 واخرون 2 واخرون 8 سنوات في سجون الاحتلال امضوا لاجل القضيه. اليوم محتجزين في أريحة. خالتي 100 يوم من الاعتقال السياسي، 2 من أبنائك يغيبون عن المنزل، كيف هو حال المنزل بدون أبنائك؟ والله حال المنزل دون أبنائي ما هم ليح، يعني زينتهم، هم زينة المنزل، هم الأولاد، يعني أنا مش عارفة أقعد في البيت دونهم، يعني أنا أضربت عن الطعام وتعبت
نكلون لطوارن عليهن وعطون الأدوية هناك وأبر الكيلو والحمد لله رب العالمين. يعني هسه صار لهم 100 يوم، مش كلال، 100 يوم يبعد الابن عن أهله، مش كليل، وعن أولاده. يعني الليلة هاد ابنه لسعد وهدان عمل شر، بده أبوه، منين نجيب لك أبوك؟ عمره 3 سنين، شاف يا عمه بلعب في ابنه، قال أنا بدي أبوي. سعد وجهاد أمضوا 8 سنوات في سجون الاحتلال. نعم. بفرق اعتقالهم بالنسبة لكم الوجع أكبر إنهم موجودين هون؟ نعم أفرق كثير، لأنه إحنا هان فلسطينية خالتي، هان اللي اعتقلوهم فلسطينيين مش احتلال. الاحتلال يعني بنقول هذا الاحتلال أعداء علينا، بس الفلسطينية وين الضمير؟ وين ضمير الفلسطيني اللي بأخذ شاب فلسطيني ومش غلطان يعتقلوهم 100 يوم؟ مش غلطانين تيحطوهم 100 يوم في الزلازل وفي العذاب. يعني الاحتلال لو قعد قد ما قعد بنقول عنه احتلال، شو بدنا نعمل له؟ احتلال، بس هذول فلسطينية منا فينا. رسالتكم بدكم أولادكم؟ نعم بدنا أولادنا، إحنا بدنا أولادنا يروحوا فورا، بدنا أولادنا يروحوا لأولادهم لأهليهم لدورهم. يعني البيت ناقص أشياء كثيرة دونهم، إحنا بدنا أولادنا، بدنا أولادنا. يعني سعد قعد هنا 3 أيام في رام الله وإحنا منعرفش عنه، ما لقطنا خبر إلا يوم الخميس إله محكمة ردوا مددوها 15 يوم، وكان بده يطلع يومها. رسالة بتوجهها لكل مسؤول، لكل شخص قادر إنه يفرج عن أبنائكم المعتقلين لدى الاحتلال سابقا واليوم معتقلين لدى أجهزة أمن السلطة. نعم إحنا بنوجه رسالة لجميع المسؤولين، لجميع الكبار، لجميع اللي لهم كلمة، لجميع اللي بقولوا وبشوروا إنهم يفرجوا عن أولادنا. أولادنا ما بيستاهلوا السجن، أولادنا بيستاهلوا التكريم، لأنهم مش غلطانين، أولادنا محترمين وأولادنا ما شاء الله عليهم. يعني ما بيستاهلوا إلا يروحوا على بيوتهم مع أولادهم وعن نسوانهم. شكرا لك خالتي، نسأل الله لهم الفرج القريب. إذا مشاهدينا الكرام، البارحة في محكمة القدس الصحفية الفلسطينية لما غوشة تقول في المحكمة بدي أولادي، واليوم السيدة وهدان تقول أيضا بدي أولادي من أمام محكمة الصلح، محكم مجمع المحاكم في مدينة رام الله، مطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائها والمعتقلين السياسيين. مشاهدينا الكرام، في استمرار لهذه التغطية في لقاء مع والد المعتقل السياسي أحمد هريش للحديث أكثر عن آخر التطورات في القضية التي يحتجزون عليها أبنائهم. أحمد معتقل لدى سجون الاحتلال سابقا، اليوم يتواجد لدى سجون السلطة الفلسطينية. الفرق لديكم كعائلة حول هذا الاعتقال، كيف تشعرون حيال احتجاز ابنكم لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؟ أحمد قضى 5 سنين عند الاحتلال وروح عشان يستقر ويتجوز، وتجوز وجاء طفل كان موجود في الزنازين في مسلق أريحة لما ولدت زوجته. أحمد قضى 5 سنين عند الاحتلال واليوم أحمد خارج، اليوم عمي أحمد أمضت 5 سنوات لدى الاحتلال و100 يوم لدى السلطة، مقارنة بين المدتين عليكم كعائلة بحكم وجوده لدى أبناء جلدتي هنا في فلسطين. أحمد قضى 5 سنين عند الاحتلال وهذا شرف لأحمد وشرف لأهل أحمد. أما اليوم أحمد فهو مسجون له 100 يوم عند الاحتلال، 100 يوم من الظلم، 100 يوم من القهر، 100 يوم من الحرمان، 100 يوم في العذاب، 100 يوم عن 20 سنة، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة. أحمد لليوم ما شافش ابنه، أحمد لليوم بتحصر يشوف ابنه. أحمد يعيش في زنازين أريحة درجة الحرارة عندهم 50،
شو حدثك عن احمد؟ شو حدثك عن ظلم ذوي القربى؟ شو حدثك عن ظلم السلطه؟ عن ظلم الظلم اللي احنا عايشين فيه في الضفه الغربيه؟ اكثر من الاحتلال ظلم ذوي القربى، اكثر من ظلم الاحتلال نشعر فيه، نشعر في الغصه. ظلم كبير واقع على احمد وعائله احمد. اليوم يتم الافراج عن المدخل السياسي علاء غانم بكفاله ماليه قدرها 1000 دينار أردني. الإفراج بعد 100 يوم من الاعتقال أو 90 يوم من الاعتقال، كأهالي الإفراج هل يكون في ظل إنصاف العدل أم هو من استمرار الظلم؟ هذه منظومة كاملة من الظلم، تبدي من رجل الشارع في الأجهزة في الجهاز، تيجي للمقرات عندهم للضرب الضرب والتعذيب والقتل، ثم بتيجي لما يسمى بالمحاكم، ما يسمى بالنيابة، وما يسمى كلها منظومة فساد، منظومة ظلم. فش بتحسش انك بتيجي على محكمة فيها عدل، ما في عدل. ملفهم في رام الله، اجوا على محكمة رام الله ووجهوه لهم تهمة باطلة فساد، طول ما التهمة جنائية. ليش قاعدين لدى جهاز المخابرات؟ وين القانون؟ اقنعني ان في قانون. طيب انت طالما عندهم قضية جنائية بيستلموا للشرطة، وفي مقرات في سجون للشرطة، ويتحاكموا في محاكم عدل اذا في عندهم. ما في لا محاكم عدل ولا في قضاء، كلها منظومة ظلم. يعني بنيت نظام باني على الظلم وعلى الفساد. أبو محمد السيد هريش والد المعتقل السياسي أحمد هريش الذي يمضي حتى هذا اليوم 100 يوم في زنازين أمن السلطة الفلسطينية. الوالد تحدث هنا عن ضبابية كبيرة في ملف الاعتقال لابنه والمعتقلين السياسيين الآخرين من قبل السلطة الفلسطينية. إذن مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على هذه المتابعة الطيبة. كنا معكم في بث حي ومباشر عبر شبكة جي ميديا من أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله في هذه الوقفة المناهضة للاعتقال السياسي والرافضة له. خلصت.